عرف نفسك يا حاج. انا اسمي جلال معوض حسن. ايوه يا عم جلال. خبطت في هنا يوم 28 ودوني مستشفى احمد ناي. ايام الثوره. لما اتخبطت ودوني مستشفى احمد ناي. جت بنت استلمتني هي وجوزها الساعه 3:30 الفجر. ادوني ورقه كده اروح مستشفى الدمرداش. ما روحش. روحت مستشفى الجيزه. قال له هات 4400 جنيه. استلفتهم من واحد صاحبي. قبل ما روحت المستشفى سرقوا من جيبي اتقطعوا. ودوني المستشفى الحسيني ابن اختي. قعدوني 7 اسابيع كل يوم يحضروني يوم الاحد والاثنين ودخلوني اوضه العمليات يوم الثلاث. وما يعملوش العمليه. 7 اسابيع على كده. الاصابه اللي في عينك اشرحها لي يا حاج. عيني دي كده بيقول عليها عندك ميه دي ضعف الدي. 7 اسابيع هتصرف حق القطره وحق البتاع وحق المرهم. مرهم ب 93 قطره ب 53 ب 60 كل ده بشتريه على حسابي. من الخبط من ايه؟ من ميدان هنا الاسعاف خدتني وديتني مستشفى احمد ناهي. يعني طوبه ولا خشب؟ الشرطه والشعب كانوا كله بيجروا ورا بعض. فانت اتخبطت يعني؟ ما كانت الساعه 9 كده. بنتي كانت استلمتني الساعه 3:30 من المستشفى. معاك اوراق يا حاج؟ اهو في جيبه اهو. مش طبيعي. مش المطلوب من عينك دلوقتي ايه يا حاج؟ انت بتشوف بيها دلوقتي ولا مش شايف كده شكلك حتى؟ يعني خيال كده. حاج اعدي لازم حد يعديني. طب مطلوب بقى عمل عمليه ولا ايه؟ ما عملتش حاجه. ما عملوليش. محتاج عمليه يعني؟ محتاج عمليه. قاعده يقول لك هات قطره توسع الكرانيه هات مش عارف ايه. خش اوضه العمليات يطلعوني تاني. ده مش ده بتاعت احمد ماهر. سيادتك. وده بتاعت مستشفى الجيزه ومستشفى الحسين. ما روحتش اي جهه مسؤوله يا حاج ولا ما روحتش؟ قلت لهم الورق ولا ما روحتش والله. طب اسمك يا حاج وعنوانك كده؟ انا قاعد في 100 نامه. في شارع ابو بكر الصديق. طيب قول اسمك يا حاج. انا اسمي جلال معوض حسن. تليفونك لو عندك تليفون عشان لو اي مشاهد سمعك وعايز يساعدك في اي حاجه. ممكن تطلع الرقم من هنا عشان ما اعرفش. طيب انا ممكن ترن على نفسك. انا هاخده واحطه على الشاشه عشان لو حد عايز يتواصل معاك يا حاج. ماشي ماشي. شكرا. العفو يا باشا.